يا حياكم الله، أهلين وسهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم؟ يا رب طيبات، يا رب بخير وصحة وعافية. جيبي حاجة تشربينها وتعالي. شوفوا، اليوم ما في فيديو مسائي، في قصة بحكيها لكم. خلاص، ما أني الحين أبغى أجهز سحلب لي ولزوجي وبنتي، وبعدين بإذن الله تعالى على الساعة تقريبا كذا، يعني يقولوا على الساعة 9:30، في أخويا زوجي 2 جايين يبغون يسهرون عنده، يبغون يشوف مباراة وكذا. فأبغى أجهز لهم بس شاي قهوة، أبخر المجلس فهميني، فما عندي وقت. برضو كمان على ما يجون أخوان، مو أخوان، أخويا زوجي، في واحدة من خواتي تبغى تجيني، فوالله ما عندي وقت يا بنات اني امنتج الفيديو، فسامحوني. بس اليوم بحكي لكم قصة مرة حلوة، وراح اسوي السحلب معاكم الحين. يلا عوضكم كذا فيديو بلين، انا عارف انه البعض يحب فيديوهاتي. اول حاجة بالنسبة لخلطة السحلب، انا عاملتها هنا، وبحط وينها، انا حطتها بعلبة هنا، هذه العلبة انا حطتها هنا، هذا يطيح على راسي، هذه العلبة. تمام، بنزلكم الفيديو اللي انا عاملتها فيه على قناتي. حلو، انا مسوية السحلب على القناة عندي، اشوف اتأكد هو اللي عمل ريحته. ايه هذا هو، يا سلام الريحة تفتح النفس. بجيب الحين سارة تبي، وانا ابي، وابو سارة يبي، يقول لي السحلب اللي تسوينه سحلب. صراحة الطريقة هذه مي من راسي للأمانة، الطريقة هذه من شيف لبناني، انا ناسي اسمه، ناسي اسم الشيف اللبناني اللي سواها، بس هذه طريقته يا بنات، ما هي طريقتي صراحة. حتى تداولوها قنوات كثير، ومسكين ما حد نسب الطريقة له. طيب بجيب حليب، بس اصبروا اجيب حليب. شوفوا، قبل ما اطلع الحليب انا محتارة بالاكواب، خلاص ماني عارفة اسوي لهم اياها باكواب ولا اسوي لهم اياها بصحون. صراحة انا مرة احبها، مرة احبها، ما ودي اسويها بصحون، ودي اسويها بكوب، لاني حيل احبها والله العظيم، لو اكل منها يمكن طاسه ما شبعت. شوف، على فكره زوجي ترى كان ما ياكلها، بس عادي اقول لكم ايش، احطها هنا، احس هذه حلوه، بحط لها هنا لهم. شوفوا، هي يفترض كل كوب، تعرفون الاكواب العياريه، خلاص الكل كوب، الكل كوب حليب، 3 ملاعق من بودرة السحلب، هو يفترض كذا. تمام، لكل كوب حليب 3 ملاعق من بودرة السحلب. بس أنا ما راح أحط كوب كبير، حطيت أكواب عادية، فراح أحط تقريبا لكل كوب تقريبا 1.5 ملعقة. خلاص، ناخذ كوب يعني، بسم الله، دقيقة، ناخذ كوب، وخلي الكوب هو المعيار، فهميني، بسم الله، إن شاء الله ما ينكب. انا احتاج هنا 3 اكواب. تمام، هذه طريقة الشيف حسني، الله يجزاه خير يا رب، عجبتني، ومن يومها انا معتمدة الطريقة، من قد ما هي لذيذة ومن قد ما هي حلوة، لا تفوتكم يا بنات، مشروب شتوي بامتياز، هذا وقته صراحة. طبعا حالي، اللي ما تعرف ان السحلب حالي يشبه المهلبية، بس انا عندي ألذ من المهلبيه صراحه. طيب، هذه 3 اكواب احتاج هنا، هو بارد، راح انزل بالملاعق حقات السحلب. خلوني اجيب ملعقه، هذه البودره اللي عاملتها قاضيه جاهزه من ابدع ما يمكن. خلوني بس اجيب ملعقه واحط، شوفوا كذا، هي بيضه ما لها لون، فهميني، يعني لا تحسبين لها لون راح تطلع زي الكستر، لا ما راح يطلع بها لون. يبغالي اسوي بعد، شوفوا ما راح احط لكم الطريقة، تمام، بسويها معاكم لانها خلصت، فهميني، فانا راح اسويها بيني وبين نفسي. انا حطيت تقريبا لكل كوب حليب، مو كل كوب، تقريبا 3-4 كوب، حطيت تقريبا 1.5 ملعقة مليانات بودرة السحلب. بحرك الحين،
اسويها معاكم بالروتينات الصباحية. في بنات كمان طلبوني بودرة الهوت شوكليت ان شاء الله باذن الله. في بنات يقولوا لي يوم سارة احب طبخك سهل بسيط ما هو معقد ولا في تخبيص كثير، وما جربنا اكله من اكلاتك الا نجحت الحمد لله. انا كمان ما احب والله الطبخ المعقد، يعني الطبخ المعقد ما احبه، والمكونات المعقده. ودائما ترى لما ننزلكم طبخات اوقات يكون في طبخات، يعني تكون الطبخات ايش، اوقات تكون الطبخات معقده، انا بسطها فهميني، اشياء احذفها واحط اشياء عشان تطلع عليكم سهله، لاني انا نفسي ام ساره ما احب الطبخ المعقد، فاهمين علي. الحين اذا خلصنا بحكي لكم حكايه وحده عامله، تمام، عامله اثيوبيه، قصه واحد من اهل الجنوب، قصه اسمعوها ركزوا فيها لانها صراحه حلوه. خلوني بس اسكر الحليب، رجع للثلاجة ليحمض بس، وجهز الملاعق. أنا بزين الوجه بالفستق الحلبي فقط وشوية قرفة، بس القرفة ما راح أكثر عشان أنا حامل، حلو. بس فيك كمان تحطين كورن فليكس عادي، أي مكسرات تبينها حطي، كورن فليكس، فستق حلبي، قرفة، اللي أنت تبين. الحين تقولوا لي كورن فليكس من المقاطعة، هذا عندي بنات من قبل المقاطعة. بدأ يسخن يثقل معاكم، حركوا حركوا لين يثقل، تمام. والله أنا هالمشروب هذا يا أخي أنا وياه حكاية. أجهز الصحون، بسم الله، الصينية ما بحط الصحون معاهم كذا، كل واحد ياخذ كوب وخلاص، تمام. يا سلام شوفوا بدأ يثقل، الريحة تطلع، بطفي النار وارجع لكم علشان ما يعلق. صبوا الحين ما شاء الله، شوفوا الثقل، شوفوا انا سال لعابي، بسم الله، الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سحلب على كيد، تسمعون صوت سارة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه بعد لو سمحتي، انا واقعة في غرام السحلب، انزلهم الحين بس علقت بالفاين اللي فوق. بنات ما اقدر اوصف لكم جمال الطعم، لا لازم تجربونها، طبعا تنأكل حارة، حالات السحلب حار دافي كذا تاكلونه، ايش هو دافي كذا. يلا كلكم قوموا سووه، احب اكثر مكسرات من فوق، عندك لوز، جوز هند اللي عندك حطيه، اي صح فيكي تخلطين على الخلطة، يعني تخلطين مثلا جوز هند، شوية كورن فليكس، شوية قرفة، شوية فستق حلبي، وتحطيها على الوجه، تمام. بشيل هذه الحبيبة اللي طاحت حرام، بجيب قرفة بس ما راح أكثر، لازم تجربونها قد ما هي لذيذة قد ما هي فانتاستيك. تعالوا نعطي أبو سارة هذا الحين، جالس داخل، زوجي يحبها ويحبها من بعد ما حبيتها أنا. ما شاء الله عليهم العافية. الله يعافيك. عليك عاد شغلك ما شاء الله ممتاز بها. شو اسمها هذه؟ سحلب. سحلب. بالعافية. ما قصرتي بارك الله فيك. يلا سارونا تعالي هنا. يلا ماما. بسم الله. شلون يوسف؟ ممتاز والله. حلوة؟ بالعافية ما شاء الله. بالعافية. بسم الله خلينا نحط لسارة بس. أنا علو. ماما حارة شوي شوي بنيتي، تعالي تعالي، هذا لك يا ماما، أوكي تفضلي ملعقة. أنا علو كيف أنا ممكن. ما شاء الله ممتاز ما شاء الله. أيوة أحسن، حقتي ولا حقة اللي يبيعها بالسيارة؟ أحسن كثير. بنات جربوا الطريقة من جد من جد فنانة، بنزلكم إياها بإذن الله تعالى. تعالوا على بركة الله نقص القصة حقة اليوم، يا رب أنها تعجبكم. قعدت كذا بحديقتي وأبغى أحكي لكم القصة حقت اليوم، شوفوا قصة اليوم تحكي قصة واحد خلاص من أهل الجنوب. يقول الرجل هذا كان عندي واحد من عماني، وعمي هذا صار عليه حادث وقدر الله عليه وفقد المشي، صار ما يمشي، ومع الأسف أنه عياله صغار، ما عنده إلا ولدين وبنت كلهم صغيرات، وما عنده أحد يسوق سيارة، هو وزوجته وبناته، عنده بنات كبار وعنده بنات صغار، تمام؟ بس العيال اللي عنده كلهم صغار، اثنين، ما في ولد كبير يسوق السيارة،
وكان العم محتاج انه يعني محتاج احد يعتمد عليه. يقول قال لي ابوي يا ولدي ما شاء الله تبارك الرحمن انا البيت عندي مليان عيال، ايش رايك تروح تقعد عند عمك؟ لان عمك مقدم على سواق وتوها جايتهم خادمه للمنزل بس يستنون السواق يجي. فرح اقعد عند عمك وقضي شغيلاته لين يوصل السواق تكسب فيه اجر. قلت ابشر. يقول كانت تبعد الديره تقريبا ما يقارب 60 كيلو بين ديرتنا وبين ديره عمي. يقول والله ولم اغراضي واروح. يقول طبعا عمي ايش عمه مقعد مشلول يعني. يقول دخلت الا هذا العم فعلا مشلول. يقول رحب فيني وهلا وقال ترى البيت بيتك الا عاد اللي ما حرم الله سبحانه وتعالى، وترى لك المجلس كامل مع الملحق كامل حق المجلس مع دوره المياه مع كل شيء. يقول قلت له خلاص الله يعطيك العافيه يا عم. ومن هالكلام يقول فعلا دخلت المجلس ريحت وجابوا لي الغداء وحطوا الغداء. يقول بعد يوم تغديت وخلصت وصليت الظهر وخلصت وقضيت، قلت باخذ لي قيلوله وبنام لصلاة العصر اريح فيها لاني جاي من سفر. يقول يوم اني نمت يقول اسمع صوت بالحوش اللي برا، يقول اسمع صوت بزارين يلعبون. قلت هذول يمكن عيال عمي. يقول وقوم، يقول الصوت عالي صراحه. يقول وافتح الباب. يقول يوم اني فتحت الباب يقول الحوش مليان قشه بزارين. يقول قلت في خاطري ما أدري يمكن هذولا عيال جيراننا يعني جايين. يقول بس لفت نظري أن العاملة قاعدة تمشي على السور. يقول تمشي على السور حق البيت. يقول انفجعت من المنظر. يقول ونادي عليها قلت يا مرة انزلي. يقول ما خذيت غير العاملة طبقت من الحوش وين للشارع ولحقوها العيال الصغار كلهم طلعوا مرة واحدة وراها. يقول وركض الباب الشارع وبشوف العاملة وش صار عليها تكون انكسرت. يقول مع الأسف لا لقيت العاملة ولا لقيت الوغداء اللي هم البزران الصغر وين راحوا. يقول أدور أفتش يقول ما لهم أثر. يقول استغربت. يقول دخلت. يقول على ما دخلت وسكيت الباب وراي إلا هذه العاملة واقفة وراي بالضبط. يقول انخرجت يوم شفتها قدامي قاعد. يقول هو هي العاملة توها جايبتها مرت عمه من الجنسية، يقول الجنسية اللي بشرتهم سوداء. يقول كأنها رجل. يقول طول الباب طويلة وضخمة. يقول كأنها رجل. يقول حتى منظرها يعني مو مريح للعين. يقول الا هي واقف قدامي. قلت له انت ما كنتي بالشارع قبل شوي وتمشين على السور؟ يقول ما ردت علي ومشت. يقول ما لقيت غير مرت عمي تصوت عليها تقول يا فلانه تعالي تعالي يدخلي. يقول يوم جت مرت عمي تبغى تسكر الباب وانا امسكها. قلت لها بسالك يا مرت عمي الخادمه هذه تشتكون منها من شيء؟ يقول كان دفاع مرت عمي عنها غريب عجيب، دافعت عنها بطريقه غريبه عجيبه انه لا ما في شيء وش بك يعني ليش قاعد تسال؟ قال انتم مرتاحين معها؟ قالت مرتاحين معاها وما عليها ولا ملاحظ مخادمتنا وشائلتنا وتخلص اشغالنا ما عليك انت. يقول قلت كيفهم والله. يقول رحت ورجعت للملحق ثاني مره وقعدت. يقول سبحان الله. يقول ماني مرتاح للعامله هذه نهائيا قلبي مو مرتاح. يقول يوم صار هاك اليوم صليت العشاء وتعشيت. يقول دخلت فراشي ابغى انام. يقول يوم اني نمت وغمضت عيوني يقول واشوف احد يوم اقبل علي وانا نايم. يقول يوم حاولت اني اقوم يقول ما قدرت الا اللي اقبل علي يقول وشوف معاه مقص. قلت خلاص يبغى يذبحني لا محاله. يقول وانا اصرخ صرخت بأعلى صوتي. يوم صرخت بأعلى صوتي وهي تركض اثريها العامله. يقول ركضت على طول وطبقت الباب. يقول على صرختي يقول من الخوف تميت اصرخ بصوت عالي. يقول ما لقيت غير مرت عمي جت. وش بك وش بك يا فلان؟ قال والله خادمتكم بغت تذبحني معاها مقصها بغت تذبحني هو المقص. قالت حرام عليك لا تظلمها العاملة نايمة. قال ما هي بنايمة توا كانت عندي أنا تبغى تذبحني. قالت ما هي نايمة يا ابن الناس نايمة. الحين أروح أشوف. يقول راحت ورجعت قالت نايمة العاملة بغرفتها نايمة. يقول وأنا خلاص يقول عرفت أن العاملة ما هي مضبوطة في إنا بالعاملة. يقول يوم صار ثاني يوم جابوا لي الغداء. يقول صراحة ما بغيت إني آكل خفت إنها تذبحني وكانت محرصة على مرت عمي انها تبي من ملابسي العامله تبغى ملابسي تغسلهم. قلت لمرت عمي لا شكرا انا باخذ ملابسي للمغسله واغسلهم. قالت عطنا العامله ذي موجوده واوفر وارخص. قال لا ملابسي انا اريد اغسلهم خلاص. يقول والله واقوم بنات ما بقى من الدقائق شيء زي ما تشوفون بقى تقريبا الحين دقيقتين. انا مضطره اني ادبل الفيديو يعني اكرر المقاطع عشان يصير الفيديو أطول تمام. يقول ولم حالي يقول لا أنا ذابحني الجوع أبغى أكل. يقول وأقوم ولم حالي قلت لمرت عمي أنا مضطر أنزل الديرة عندي بعض الأغراض بسويها
باخذ الملابس الكوة، يقول ما في مغسلة بقرية عمي، ما في مغسلة عندهم، اضطر اروح لديرتنا تبعد 60 كيلو، وبشوف ابوي يبي شيء وبرجع. قالت زين، يقول والله واروح وودي ملابس المغسلة ومر على يقول ما مريت الهلي، مريت المطعم، يقول كليت وريحت وعيت من الله خير ورجعت عندهم على حزة اذان العشاء. يقول يوم دخلت عند عمي وسلمت عليه وجلست معاه وقلت يا عمي انتم مرتاحين من العاملة؟ قال والله شوف مرت عمك تمدحها. قال والله ما ادري، قال قلبي قابضني. قال لا ولا شيء، هي ترى مالها زمان جايتنا لها تقريبا اسبوعين، تراها حبيبة ولا شفنا منها شيء، وقايمة بي وقايمة بمرت عمك وقايمة بالبيت، ما عليها زينة. يقول قلت كيفه. يقول يوم شفت عمي متململ ويبي ينام، يقول سحبت حالي ورحت للمجلس، يقول صليت ومديت فراشي ابغى انام. يقول يوم اني جلست غمضت عيني، يقول اسمع طق على الباب، طق طق طق، قلت ادخل يا ولد ادخل يا ولد. يقول واستنى احد يدخل، ما حد دخل، والطق مستمر، ادخل يا ولد ادخل يا ولد. يقول الطق مستمر، يقول وافتح الباب ما في احد، ما لقيت احد. اي يقول تكررت معي ثاني يوم، تكررت معي ثالث يوم، قلت خلاص عاد ما يبيلها، لازم اكلم ابوي. يقول بقوم واكلم ابوي، وقلت لابوي السالفه. لا يقول قبل ما يكلم ابوه، يقول يوم صار ثالث يوم وطق طق على الباب، يقول قمت اناظر تحت الباب ابغى اشوف في رجول عيل واقف عند الباب، رجول بزر واقف عند الباب. يقول ما في رجول عند الباب اصلا، من اللي قاعد يطق الباب؟ يقول وافتح الباب فجاه. يقول يوم فتحت الباب ما في احد، من اللي كان يطق الباب؟ يقول ما ادري. يقول على ما غلقت الباب وجيت ابغى ادخل مع الباب، يقول الا هذه العامله واقفه وراي وهي تراعي لي نظراتها مي بزينه. قلت لها تعالي، انت وش قصدك؟ انا حاسه ان البيت ما هو طبيعي، انت وش تبغين بالبيت؟ قالت انت وش جابك؟ يقول هي قالت الكلمة هذه وأنا عرفت أن وضع العاملة ما هو بطبيعي أبدا. يقول وأقوم، قلت ما أبغى شيء. يقول بدخل وأسكر على حالي بالمجلس، يقول وأكلم أبوي، وقلت لأبوي السالفة. قال له أبوه خلاص، قال لأبوي يا سرسري يلي ما تستحي، تبغى تفضحنا، تبي تتحرش بالعاملة. قال يبا وش أتحرش بالعاملة، وأنا أتحرش فين؟ شفتها يبا، الله يجزاك خير الله يجزاك خير، افهم الموضوع. يقول ابوي شبت نار، يقول ابوي مو مستوعب ان اللي قدامي هذه ما هي انثى، اني قدامي رجل. يقول قلت الحين اجي. يقول ابوي ما يتفهم من بعيد، ما اقدر اتفهم معه من بعيد، يقول شغل سيارتي وامشي للديره. يقول مفتاح ابوي امي، يقول بقعد مع امي يقول هالوضع. قلت والله يا يما ما اكذب، تعالوا انتم يوم واحد وشوفوا. يقول قالت امي الموضوع طب خلنا نجرب، نروح يوم واحد بيت اخوك ونقعد ونشوف. قال خلاص الاب. يقول فعلا خذيت ابوي ورحنا بالسياره ودخلنا البيت عمي، وسلم أبوي على عمي وجلسنا معه ومن الكلام هذا. يقول يوم صار بالليل نبي ننام ودخلنا، بعد ما تعشينا وقضينا، يقول ما خذيت غير نفس سالفة المقص تتكرر. يقول وأقوم مفجوع، يقول قامت تير كذا تهربت. يقول وأقوم أنا أولع الضوء، قلت شفت يبا شفت. يقول أمري أبوي يلقط أنفاسه يقول كذا. قلت يبا بسم الله عليك وش بك؟ قال والله أني شفتها من دخلت مع الباب، بس أحد ثبتني، عجزت أقوم، عجزت أقوم من مكاني، بس هالعاملة ما هي مضبوطة، هالعاملة ما هي مضبوطة. يقول قال أبوه الحين بكلم مرت عمك. يقول ونادي مرت أناديها، قلت ترى عاملتكم هي مضبوطة. تقول الدافع عنها ذاك الدفاع اللي وش طلعتها نبي من كثر ما تدافع عنها. يقول عرفت أن الوضع مو بطبيعي وأن العاملة بها شيء مو بطبيعي. يقول ونسأل على راقي موجود بالقرية اللي فيها أخوي اللي فيها عمي، ودلونا على راقي ونروح عنده ونحكي له السالفه من طق طق. السلام عليكم. قال لازم اجي للبيت. يقول يوم جاء للبيت قال نجيبوا له العامله. يقول يوم نادينا العامله قلنا لها تعالى. يقول حنا ما يمدينا، قلنا لها شيء. يقول صارت العامله تصرخ وترفض. يقول فكت باب الشارع وهجت، تخيلوا فكت باب الشارع وهجت العامله. يقول قام الشيخ، يقول عجزنا عنها هربت. يقول قام الشيخ يقرب هالبيت ويقرا 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 ويقرا، يقول لما وصل للحوش، يقول يوم وصل للحوش يقول يطلع ولد عمي الصغير للحوش ويمشي ورا من يمشي ورا الشيخ اللي يقرا. يقول هو يمسك عمي ويقرا الشيخ ويقرا عليه يقرا عليه، ما اخذه غير الولد يصرخ. قام الولد اشر بايده على مكان بالحوش. يقول يوم قرب الشيخ وراح للمكان اللي اشر عليه الولد، وجو لمري ذيك السره اللي فيها دبابيس وفيها شعر وفيها بلاوي سوداء. قام الشيخ فكها،
يقول وقال خل مرت عمك تجتمع مع بناتها. يقول لمر الكل تصرع، مرت العم، البنات، العيال، أثريها ساحرة كل العائلة باستثناء العم ما سحرته. ليش؟ لأن العم ما منه نظر ولا نفع ولا شيء، جالس بالفراش ما يتحرك، لكن حصلت البقية كلهم ساحرة كل البيت. بس ما قدرت على الولد، ليش؟ أنها كانت تبي شيء من أثره، كانت تبي شيء من شعره ومن ملابسه. يوم قالت أعطيني ملابس بغسلها، كانت تبي شيء منها بس ما صح لها تأخذ منها شيء، وكانت تبي من شعره عشان تسحره. المهم يقول الحمد لله فكوا العمل ورجعت مرت عمي طبيعية ورجع الوضع طبيعي. يقول سبحان الله كانت روحتي لبيت عمي خيرة لهم. يقول فإذا تبون تجيبون من العاملات اللي من برا تشترون من أحد بتنازل يعني، يقول انتبهوا انتبهوا انتبهوا، اسألوا عن سبب التنازل، شوفوا من تدخلون بيوتكم، لأن هذا يعني هذا كشفها، لكن ممكن ناس ثانيين ما يكشفونها ما يدرون يعني. فتظل سنين والعائلة مدمورة بسبب العمل اللي تكون الخادمة عاملته. فانتبهوا يا بنات انتبهوا. هذه قصة اليوم، وهذا فيديو اليوم الخفيف اللطيف الظريف. أنا عارفة أنه الفيديو اليوم مو ذاك الأهمية، لكن زي ما قلت لكم بقوم الحين أصلح الشاي والقهوة، وبرضه كمان بتمري واحدة من خواتي مهم طولة تبي تعطيني شيء وتمشي، بس نشرب لنا كذا فنجان قهوة على السريع. بس والله استنوني فيديو بكرة، فيديو الحديقة، أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. رب اجعلني خير مما يظنون، اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.